يوجد عدد من الأمور والعوامل المرتبطة بنزول رأس الجنين في الحوض، وبشكل عام لن تلد الحامل قبل الموعد المحدد إذا دخل رأس الجنين الحوض في وقت مبكر، لأن ألم المخاض يختلف من امرأة إلى أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لتوقيت دخول رأس الطفل إلى الحوض والذي غالبا يتم في الأسابيع الأخيرة من الحمل. عندما يأتي الوقت المناسب سوف يتجه الطفل نحو الأسفل. لأن الجزء المنخفض من رحم الحامل يتوسع باستمرار، ويبدأ بتهيئة الجنين بالخروج من بطن والدته، وسوف يستقر رأس الجنين أو مؤخرته إذا كان مقلوبا في موضع منخفض في تجويف الحوض، أما عن الأسبوع الذي يحدث فيه نزول الجنين في الحوض فهو غالبا يكون في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل تقريبا، مع ذلك فإن عدد من النساء ينزل رأس أطفالهن في الحوض عند بداية المخاض فقط. وهناك بعض العوامل المؤثرة في نزول رأس الجنين في الحوض. أولاً استلقاء الجنين وظهره بإتجاه ظهر والدته في وضعية خلفية، عند ذلك يكون من الصعب على رأسه أن يتجه ويدخل الحوض، كما يصعب في هذه الحالة عملية المخاض أيضاً. ثانياً تهيئة مساحة كبيرة للجنين في بطن أمه. يكون ذلك بوجود كميه فائضه من السائل الامينوسي او ولاده طفل اخر من قبل، مما يؤدي ذلك الى استلقاء الطفل بالعرض في بطن امه او بزاويه منحنيه، وفي الحالتين سوف تكون احتماليه دخول راس الجنين في الحوض قليله قبل بدايه الم المخاض عند الحامل. ثالثا تاثير مجموعه من العوامل المرتبطه بجسم الام في نزول او عدم نزول راس الجنين في الحوض وتوقيته ومن اهم هذه العوامل ما يلي: اولا شكل رحم الام ووضعيه المشيمه ووجود تورم ليفي حميد. ثانيا احتماليه انجاب طفل بحجم راس كبير قد لا يدخل راس الطفل في الحوض حتى لحظه بدء الانقباضات. ثالثا توقع انجاب توأم او اكثر. واذا لم تكن الحامل متاكده من نزول راس طفلها في الحوض يجب هنا أن تذهب إلى الطبيب المختص وتسأله عن موعد المعاينة التالي لأن الطبيب يستطيع تحديد مدى نزول الطفل في حوض الحامل هذا من خلال الضغط بلطف ودقة حول الجزء المنخفض من بطنها وسوف يدون الطبيب الأرقام في الدفتر الخاص بالحامل حتى تعرف كم دخل رأس طفلها في الحوض فقد يكتب على سبيل المثال 5 على 5 أو 5 على 4 اي ان الطفل لم ينزل في الحوض بعد اما عند كتابته ثلاثه على خمسه او اثنان على خمسه فهذا يعني ان راس الطفل نزل في الحوض